مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كعك العيد. عنا كيلو طحين، كوبين سكر، ملعقة طعم سمسم، ملعقة طعم ينسون، ملعقة طعم دقة الكعك، ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة وربع صغيرة عقدة صفراء او كركم، نص كوب زيت نباتي، كوب زبدة دايبة، وكوبين ونص حليب. هيدا الكوب اللي عيرت فيه كل المقادير. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط السمسم فوق طحين، ينسون، دقة الكعك، الخميرة، بحركهم مع بعض. أكيد واو ريحة كتير بتعقد. بحط الزيت والزبدة، بخلطهم مع بعض كمان. بفركم بالإيد بهيدا الشكل مع بعض بهيدا الشكل. بنفركم بس فركتن وصاروا بهيدا الشكل. هلأ لنكفي مع بعض، بنحطن على جنب. هلا بحط السكر والعقدة والحليب، بحركن منيح ليدوب السكر. انتهينا من التحريك. هلا بحط شوي شوي من الخليط وبعجنهم بايدي. بسم الله. انتهينا من العجينة، صارت بهيدا الشكل.
هلأ استعملت يعني أنا كوبين حليب، فضل عندي تقريبا نص كوب. هلأ بغطي العجينة وبتركها تخمر ليلة كاملة، كل ما خمرت العجينة كل ما أفضل. هيدي العجينة بعد ما حطيتها ليلة كاملة بالبراد، قبل ما اشتغل فيها كمان حطيتها برا 3 ساعات أقل شيء. لنبلش الطريقة نكفيها مع بعض. أكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. بعجنها شوي، ببلش اشتغل فيها. بعمل الكعك بهيدا الشكل، بشيل قصم بعمله بهيدي الطريقة. بحطها على القالب بهيدا الشكل كمان، بتكبس عليها. هلأ منشيلها، شفتوا كيف؟ هول الكعكات بعد ما حطيتهم على ورقة الزبدة هلأ بحطهم بالفرن، تأخذوا بالفرن 9 دقايق أكيد حسب كل فرن. هلأ بحطهم على جنب ليبردوا. هيدا الكعك اللي عملته أنا وياكم بعد ما بردوا، لنشوف مع بعض كيف طلعوا. هيدا الشكل النهائي، هيدا كعك العيد اللي عملته أنا وياكم. طريقة تحضير البرازي، عنا 250 جرام طحين، 100 جرام سكر، 125 جرام سمنة دوبتها، 55 ملي مي، ملعتين طعام قطر. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط السمنة فوق طحين وبحركهم مع بعض بالإيد أفضل. بس خلطتهم مع بعض هلأ بغطيهم وبتركهم يرتاحوا ربع ساعة. بعد ما ارتاحت العجينة ربع ساعة بدنا نكفي الطريقة مع بعض. بخلط السكر والماي والقطر مع بعض، بحركهم بس حركتهم. هلأ بحطهم فوق العجينة، بعجنهم. بسم الله بهيدا الشكل. كل ما عجنت كل ما شدت العجينة أكتر. هلأ صارت العجينة جاهزة للاستعمال. هلأ عنا كوب سمسم، 3 معالق طعام قطر، ملعقة طعام سكر، وكوب فستق حلبي مكسر بهيدا الشكل. لنكفي الطريقة. بحط السكر والقطر فوق السمسم، بحركهم مع بعض. هلأ صاروا جاهزين السمسمات. كمان بشيل عجينة صغيرة عملها بهيدا الشكل، بغطى شوي بالفستق، برجع بالسمسم بضغط عليها بهيدا الشكل. هلأ بحطها على ورق الزبدة. إذا بدي شو بعمل، بغط إيدي بشوية طحين لاستعمل العجينة وما تلزق على الإيد. حطها شوية بالفستق كمان
برجع بالسمسم بهيدا الشكل، ما بتلزق دغري بتنشال. لكفي الباقيين وبرجع بشوفكن. هيدي البرازة بعد ما حطيتها على ورق الزبدة، هلأ بدخلها على فرن حامي على درجة 200 من الأعلى من الأسفل. هول البرازة أخدوا بالفرن حوالي 8 دقايق، هلأ بحطن لا يبردوا برجع بحطن بوعاء. هيدا الشكل النهائي للبرازة اللي عملتن أنا وياكن، وهيدا الشكل من الأسفل. هيدي البرازة اللي عملتها أنا وياكن، بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.